بحبك قوي. ازيكم سهول؟ على ما عاملين ان شاء الله هنوزع اجمل طيارات عندنا واكتر طيارات احنا تعبنا فيها بجد يعني، وكمان جايبين حاجه حلوه وفراوله وبسكوت عشان لو ما حدش خد الطياره ياخد اي حاجه، بحيث اللي هو ما يزعلش قوي، لان الناس بتزعل قوي لما الطياره تخلص، بيكون غصب عننا بصراحه. طبعا لان العدد كبير طبعا، والعدد الطياره بتاخد مجهود ووقت وفلوس، فان شاء الله كل ما نكبر نعمل عدد طيارات اكبر. لو وصلنا ل 100,000 مشترك هنروح كل محافظه ونوزع طيارات على كل محافظه، وننزل كل محافظه، ده وعد مني، وهقول لكم كل محافظه نزلنا لو وصلنا قبل 2024 ان شاء الله. فما تنساش تدعمنا بقى ايه باللايك والاشتراك في القناه والشير، وكمان هنحاول نشوف شركه شحن، وهنبدا ندور دلوقتي على شركه شحن عشان نشحن الطيارات هديه للناس اللي كسبت. وابعتوا لي على الانستجرام في فيديو ال 100 طياره زي ما قلت لكم، وانزل دلوقتي برضو علق واعمل شير للفيديو، وابعت لي الصور اللي انت عملت الشير والتعليق اللي باسمك على الانستجرام، وان شاء الله نبعت لك طياره لحد باب البيت. هنختار ناس وهنبعت لهم كمان الطيارات هديه لحد باب البيت، بس شرط اللي هو يصور لقطه واحنا بنبعت. هنحاول نعمل دوت ان شاء الله، وحتى لو ما صورش فاحنا هنصور ايه واحنا بنديها لهم هديه ان شاء الله. نسالهم دلوقتي واللي هيجاوب هياخد طياره. اول سؤال عمر هيساله، هنسال دلوقتي، هنبتدي بالسؤال الصعب وننزل واحده واحده تدريج، ماشي؟ ما تقلقوش يعني، ان شاء الله كسبانين معانا ان شاء الله. ان شاء الله كله هيكسب باذن الله. السؤال الاول بيقول، كم عدد الغزوات التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبعة. لا لا انت قربت. ست. لا مبين. ثلاثة. انت بقى معلمين خلاص، زمن خلاص انتهى، ما حدش فاهم حاجة. مبين. ثلاثة. ثمانية. ثمانية. ثمانية صح. ثمانية. تعرف تقول اسم غزوات منهم؟ بدر وأحد وتبوك و تبوك. لا يا بدر هو وحد. بدر صح وأحد صح. قلت غزوة انا قلت اثنين. خلاص. ربنا يخليك. مش مشكلة، ده أول كسبان معانا أهو. ده أول واحد كسب معانا. اختار طيارة. اختار طيارة، خد اللي أنت عايزه. أيوه على كيفك، أنت أول واحد كسبان، خد طيارة. أنا أخد مصر. هتاخد مصر؟ أيوه. مصر يا أم. برشلونة هي هنروح نديها لواحد، بصراحة أمه كانت موصيانة هي اللي باعي عنا الأكياس دي، فإحنا هنروح إيه نديها له عشان هي كانت موصيانة اللي أنا أديله طيارة، فهنحاول لو لقيناها نديها له، لو ما لقيناهوش هنديها لأمه، ومش هينفع نصور اللقطة دي، بس هنصور إيه من بعيد كده. ياسين دلوقتي هيسأله سؤال صعب جدا، يلا ياسين اسأله. واحد في واحد بكام؟ واحد. واحد في واحد بواحد؟ واحد إيه؟ واحد إيه؟ لا واحد. واحد. لا واحد والله واحد. واحد مش زائد واحد. هو قال واحد في واحد بواحد إيه؟ ولا شباب نص بكام؟ ولا اتنين. ايوه والله صح. بهزر معاه. واحد في واحد بواحد فعلا. ما ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. كل سنه وانت طيب. انت طيب. لك يا رجاله صباح الفل. احلى رجاله في الدنيا. احنا بنصور فيديو بمناسبه المولد النبوي لانه قرب، وان شاء الله كلنا نطلع ايه كسبانين معانا طيارات ان شاء الله، ومعانا ايه حاجات حلوه وبسكوت. اللي هيجاوب صح ان شاء الله ياخد طياره، اللي مش هيجاوب هياخد بسكوت. انتوا ماشي. انتوا عارفين الرسول عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه جبريل عليه السلام كان عنده كام سنه؟ ابن شيخ. لما نزل عليه جبريل او نزل عليه الوحي ومولود ناجح وموفق باذن الله. نزل عليه جبريل ما هو بتاع الناموس اللي هو كانت خديجه وخدته الورقه من نوفل و ايوه انت بتقول ايه؟ اه والله عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهم. ايوه عندنا في الدار لما كان في بيعتكف اما كان اما كان في الغار بيعتكف في الغار. اه نزل عليه بقى كان عنده كام سنه؟ 41 سنه. انت قربت. 42. لا هو لسه 40 سنه. 40 سنه. 40 سنه. 40 سنه. 40 سنه. الشيخ برضه. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ كده اول واحد جاوب معانا اهو. يلا يا عمر. السؤال الثاني بيقول، ما هي المعركه التي سميت في القران بيوم الفرقان؟ ادي لزمايلك فرصه. 40. معركه بدر. غزوه بدر. صح كده. صح مبروك. صح يا ابغين. على فكره يا باشا انا كده متفائل قوي. فلسطين عشان امك. فلسطين عشان امك. لسه معانا اسئله ثانيه ما تقلقش. الدنيا دلوقتي هياخد دلوقتي فلسطين، بس عايز اقول لك حاجه، بس هو فلسطين شبه علم الاردن بالظبط، بس هي فرق النجمه، احنا حطينا النجمه بقت الاردن، بس هي فلسطين تمشي فلسطين والاردن. كلنا عرب اخوات. حد يعرف فيكم اسم النبي عليه السلام؟ قول اتفضل. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مره ابن قصي ابن كلاب. هم دول صح بس انت مش قلتهم. لا مش بالترتيب. انا هساعدك. ابن هاشم ابن مناف ابن قصي
ابن كلاب، ابن مره، ابن لؤي. ماشي ماشي كسبت صح كده. طب معنا سؤال تاني، هو كده كسب. طب النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي بغار ايه؟ غار حراء. مع حراء صح مظبوط. وكده كسب معانا. راجل شقيان وتعبان، ربنا يعينك يا رب. حاجه بسيطه كده، انت في بحر الظلمات. جينا المكان اهو، بس للاسف الست كبيره مش هينفع نصور دلوقتي، واحنا بنديها الطياره. فاحنا هنديها ده المكان اللي احنا بنجيب منه الاكياس اللي بتسال. ففي كل حته هتلاقي مكان تجيب منه الاكياس، عشان الناس اللي بتسال ناس متخصصه اللي هي بتبيع الاكياس. بتبيع الاكياس، بيبقى في اكياس بتاعت قط او اكياس مقفوله وانت تقصها وتعملها كيس بقى الطيارات. هنديها دلوقتي. طبعا دوت زي ابنها، فاحنا اديناها له اهو دلوقتي بما انه خد الطياره. هنسال من الرجاله اللي هم زي الفل دوم الاول. معانا اقول ده الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا جاوب. في عام الفيل. في عام الفيل. لا عام كام بقى؟ هدي اعرف 10. طب 570. 570 انت قربت. غلط فاضل. يلا اوعى. يلا انتوا كلكم عليا. لا 71. تمام 571. اديله اماني طيار. اختار طيار وهو كسب معانا دلوقتي الطياره دي. اقفل يلا ادي بتاعها. عارف عدد الغزوات اللي شارك فيها الرسول عليه الصلاه والسلام؟ تعرف تقول منهم كم غزوه؟ غزوه بدر واحد وبدر والخندق وال ولا كانوا والخندق وبدر والاحزاب. انا المخ وانت العضلات. اه صح. يعني لو نختلف انا وانت ابقى انا ضعيف. ايوه. وانت حمار. اه صح. في فرق ما بين الغزوه والحرب. الغزوه اللي شارك فيها الرسول الغزوه والحرب اللي هو وجههم بس. ولا هيقول ثلاثه يا هو بدر واحد والخندق. ما انا قلت ثلاثه. انا قلت بدر واحد والخندق. انا قلت لا هو بدر واحد بس. بدر واحد. اقول لك انا فتح مكه. ساعه غلط ولا في فتح مكه؟ قسما بالله في الغزوات كان بس الخندق. هي غزوه الفتح. ايوه الله علي. هي الفتح. تاني واحد كسب معانا اهو. مين عارف اخر غزوه للرسول؟ غزوه بدر. لا غزوه تبوك. صح كده غزوه تبوك. الله ينور عليك. اختار طياره من الطيارات. يلا اختار اي حاجه. اي حاجه ايه اختارها؟ بس اختار دي الزرقاء. الله ينور عليك. بحب اشكر الاستاذ البني ادم اللي كان بيتكلم من شويه. دلوقتي الكابتن دوت ساعدنا بجد كتير، بس هو خايف يظهر دلوقتي، فاحنا هنعمل على وشه بلوج عشان ما يظهرش. هو طبعا خايف من ابوه، فما علينا يا عم الحاج. والله ابنك خايف منك قوي، فعشان كده احنا عاملين عليه بلوج. مش عارف هو خايف كده ليه، فاحنا هنديله الطياره. معنا السؤال الثاني دلوقتي. النبي عليه السلام كان قاعد مع مين في الغار؟ ابو بكر الصديق. صح. غار ايه بقى؟ غار حراء. صح. قعد كام يوم دلوقتي؟ 3 ايام. غير مدريد بقى ولا ايه؟ مش مهم. انا ولا اي حاجه من دول. عارف النبي عليه الصلاه والسلام قعد يدعي في السر كام سنه؟ 3 سنوات. 3 سنوات. صح. 3 سنوات. الرجاله ديت تكسب معانا اماني بسكوت وتكسب معانا طياره اماني. خلاص تمام. الرجاله دي هتكسب بسكوت وطياره. دي طياره صغيره، لو عايز اي واحد تداله من هنا صغيرين تعرفوا اديها له. تمام. بس ان يوسف قاعدين بيشحطوا اهو يا جدعان ومش طايقنا. وبصوا يعني اتنين بيشحطوا بالله. محسنين لله. يوسف هيجي يضربنا حلالا. النبي عليه الصلاه والسلام قعد يدعي في السر كام سنه؟ 3 سنين. هو 3 سنين. صح. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قعد يدعي سرا 3 سنين، كان سنه في الوقت ده 10 سنين. جزاك الله خيرا، انت كده كسبت معانا. استنى بقى حاجه بسيطه كده. تعرفني؟ اه. انا اسمي ايه؟ نادي صقر. نادي صقر. لو كنت جاوبت صح كنت ادي لك طياره. استنى. يماني صقر. تعرفني؟ يماني صقر. تعرف اخر فيديو نزلته؟ اصل في الدراسه حياه ربنا شغلها. هنوزع دلوقتي بسكوت على الرجاله دي بدل هي واقفه. اخر طياره ده هو اللي كسبها. هنوزع بسكوت على الناس اللي ما خدتش عشان ما يزعلوش برضك. والمره الجايه ان شاء الله نجيب طيارات. ياسين اللي هيوزع عليهم. العيال خلاص اتخانقوا، قفلوا خالص. لقد حتفاء المناقشه بالنسبه لهم. مالها المناقشه؟ لقد حتفاء المناقشه بالنسبه لهم في الموضوع ده. لقد حتفاء. معانا اكبر طيارتين، طياره هيكل عظمي وطياره عفريته. هنهديهم دلوقتي لعلي واحمد. خد يا علي انت واحمد. الناس دي تعبت معانا في فيديوهات كتير جدا يا رجاله، فده اقل حاجه ممكن اقدمها لهم في الفيديو دلوقتي. احنا ادينا له دلوقتي طياره ثانيه عشان الطياره دي كان بس الديل شابك ولسه عايزه تتصلح، وان شاء الله نعملها باذن الله. نصلح الطياره دي بس كانت عايزه تتصلح، فادينا له طياره ثانيه مكانها. النبي
عنده كم سنه لما نزل على الواحد؟ يا 40 تقريبا، يا 41 سنه. ذكي ذكي، انت ذكي وزواق. 40 صح. رزو جت في الاهلي بما ان هو بيشجع، الاهلي. وبما اني اكتر ناس تعبتنا مش تعبت معانا، تعبتنا بجد يعني، والله اعلم فعلا تعبوا معانا جدا في الديول والطيارات. ياسين ويوسف انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. هنديلهم يوسف هياخد كوكاكولا من عشاق كوكاكولا، وياسين هياخد بيبسي. يلا طب بقول لكم ايه، حد عارف اسم النبي كامل؟ انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن صالح ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن ابن مالك ابن النضير ابن مضر ابن عبد ال مش مشكله. السال طياره امال ابوس ايدك، شجاع الشباب شجع الشباب. فهنديله طيارة من هنا عشان انت بس جاوبت السؤال وكان مجاوب السؤال ده على اللي بيجايبه في السن ده. برافو عليك. ماشي النجم. تاخد النجمه ماشي. طب عارف اللي بعد سنه 570 تعرف بقى عامل فيه وصلنا. انت طيب؟ انت طيب؟ بناش نمشي اي حد زعلان. هو واقف معانا من الصبح يعني، وكان زعلان قوي يعني، ومصمم ان هو ياخد طياره. فادينا له طياره وقال لنا عايز السعوديه عشان ابويا في السعوديه، فادينا له السعوديه. انا بحبك قوي وشكرا على اللي انت عملته فيا. لا تاخد الكلمه دي عندي في الدنيا كلها. ما تنساش بقى الصلاه على النبي بقى وانت ماشي في الايام الجميله المفتوقه دي. يلا مع السلامه. النبي عليه افضل الصلاه والسلام قعد مع مين في الغار؟ مع ابو بكر الصديق. صح. قعد كام يوم بقى؟ 3 ايام. تاخد دي ولا دي؟ لا لا ماشي والله بجو الطيران. حاسس انك هتوديني في داهيه على فكره. ماشي ماشي خلاص تمام. خد ده بقى، ما انت مش عايز تاخد طاقه. خد بقى خلاص كده. لا لا مش انت. هاتي تعيلك. دي افضل حاجه كنا ممكن ننهي بيها الفيديو دوت ان شاء الله، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.